الحمد لله العظيم شأنه، القوي سلطانه، الظاهر إحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب علينا الصيام، وجعل شهر رمضان مغفرة للذنوب والآثام. ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد الأنام، وعلى آله الطيبين الطاهرين الأعلام، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الوقوف بين يدي الملك العلام. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه على نعمه الوافرة وخيراته المتكاثرة. ألا وإن من أعظم آلاء الله على عباده ما شرع لهم من العبادات العظيمة والمواسم الكريمة التي بها تزكو نفوسهم وتمتلئ خير وصلاحا وبركة ونماء وفلاحا، وتشع نورا وضياء، وتتلألأ إشراقا وصفاء. وإنما تعيشه أمة الإسلام هذه الأيام في ظلال هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، حيث الأيام المباركة والليالي الغر الفاضلة لهو أعظم الفرص الإيمانية التي لا تعوض ولا تقدر بثمن. كيف لا والمسلمون يعيشون فيه مع القرآن، ويبتغون فيه الرحمة والمغفرة والرضوان والفوز بالجنان والعتق من النيران، ويتعرضون فيه لنفحات الملك الديان. حقا إن هذا الشهر كريم ميدان خير وتقى وصلاح وهدى، يستبق في ساحته المؤمنون ويتنافس في إدراك فضله المتنافسون. ولكن هل يعي المسلمون مآثر هذا الشهر الكريم؟ وهل يعرفون حكمه وأسراره وفضائله وآثاره وأنواره؟ وهل يلتزمون منهجه السليم وطريقه القويم؟ وهل يطبقون ويعملون بما من أجله شرع الصيام؟ أو إن كثير منهم جاهل حكمة تشريعه وتناسى آثاره الخيرة وسننه النيرة، واكتفى من الصيام بحبس نفسه عن الطعام والشراب والمفطرات الحسية فحسب؟ إن أمة الإسلام بحاجة ماسة إلى أن يستدعي أبناؤها معاني المحاسبة والتدبر والتقويم والتفكر التي يبرزها هذا الشهر الكريم الذي يمثل جامعة للخير والبر، ومدرسة للحلم والصبر، ومنارة للإيمان والتقوى، وحصن من الفتن والأدواء، وغذاء للأرواح، وبلسم شافي للأجراح، وكابح للشهوات والغرائز، وشاحد للهمم والعزائم، وجالي لسخائم النفوس وأمراض القلوب، وطريق لتآلف الأمة وتراحم أبنائها وتعاونهم. فهو بحق ربيع المؤمنين وغنيمة الصالحين وفرصة العصاة والمذنبين. به تتذكر أمة الإسلام مجدها الخالد وعزها التالد وماضيها المشرق وانتصاراتها الباهرة، فيحفز ذلك الهمام ويسقل المشاعر والأحاسيس، ليقف كل مسلم موقف جد محاسب لنفسه. هل تنبه في هذا الشهر الكريم من غفلته واستيقظ من رقدته؟ أو أن حاله في هذا الشهر كحاله في غيره، تأسيره المعاصي وتلهيه سكرة الهوى وطول الأمل؟ أيها الإخوة الكرام، إن الأخطاء المتفشية في واقع الصائمين لجديرة بالمعالجة وتشخيص أسبابها التي يجمعها قلة البصيرة في دين الله وضعف الارتباط بفقه حكمه وأحكامه. وإنه لا ينبغي على كل صائم يرجو قبول صيامه أن يبادر إلى عرض حاله في هذه الفريضة العظيمة على ميزان الشرع ومعيار السنة المطهرة. فسوء فهم بعض المسلمين لهذه الشاعرة العظيمة جعل لهذه الظواهر رواجا في واقع المسلمين. وإلا فمن لم يستفد من عبادة الصوم دروسا وعبرا وآثارا وفكرا فمتى يستفيد؟ ومن لم يقوم نفسه في رمضان فمتى يقومها؟ إن لم تجتمع كلمة المسلمين وقد اجتمعوا على هذه الشاعرة صياما وعبادة وقياما، فمتى تتوحد صفوفهم وتجتمع كلمتهم
وتتطهر قلوبهم من الغل والحقد والحسد والضغينة والكذب والبهتان والغيبة والنميمة، فمتى يعودون إلى ساحة الاقتداء والاهتداء؟ اللهم تقبل منا صيام رمضان، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان بمنك وفضلك يا رحيم يا رحمن، آمين، والحمد لله رب العالمين.